في وفد المعارضة السورية في جنيف أحمد كامل عبر الهاتف. سيد أحمد كامل، نرحب بك في أضواء على الأحداث. هل ترى أي ربط بين ما قام به النظام السوري اليوم من مجازر وقرار الهيئة العليا للمفاوضات تعليق مشاركتها في مفاوضات جنيف؟ تحياتي لك وللأستاذ بسام جعارة. القرار هو من البارحة، ولكن ما جرى اليوم من مجازر زاد القناعة من أنه هذا هو القرار الصحيح والذي كان يجب أن يتخذ. لماذا كنا موجودين هنا برغم عدم حصول تقدم؟ هو إحساس بالمسؤولية، من أن المسؤول يجب أن يقوم بكل ما يستطيع، حتى لو كان الباب فيه أمل واحد بالألف يجب أن يطرق هذا الباب، وقد طرقناه وأعطيناه الوقت الكافي وتعاملنا معه بمنتهى الإحساس بالمسؤولية وبمنتهى الجدية، ولكن للأسف النتيجة صفر. طيب الآن ومع هذا المتغير الجديد، عدد المجازر ونسبة الضحايا، هناك حديث ضيفي هنا يتحدث عن 70 أو 80، الوسائل الإعلامية تتحدث عن 40 مدني قتلوا اليوم بطائرات النظام السوري. ماذا يضيف ذلك على قرار الهيئة تعليق مشاركتها؟ يعني هل سيصبح التعليق دائما؟ هل ستنسحب المعارضة نهائيا من مفاوضات جنيف؟ سوف يجعل العودة أصعب بكثير. الآن العودة تتطلب تغييرا جذريا، تتطلب شيئا ملموسا تماما. في بداية المفاوضات قبلت المعارضة بدء المفاوضات برغم أنه وقت إطلاق النار كان محترم بنسبة 80-85%، وفك الحصار عن المناطق المجوعة حتى الموت كان محترم بنسبة 60%، وموضوع المعتقلين كان صفر، يعني دائما كان صفر. مع ذلك قبلت المعارضة الدخول بالمفاوضات بتطمينات وتعهدات من جهات دولية كبرى من أنه ابدأوا المفاوضات وإن شاء الله سوف تتحسن الأمور. الآن لم تتحسن الأمور، تراجعت. احترام وقف إطلاق النار كان بحدود 85-90% أحيانا، انخفض إلى 80-70. عمليا اليوم اللي نحن فيه ما في شيء اسمه وقف إطلاق نار، وحتى المناطق التي لا يطلق فيها النظام النار هي المناطق ضعفه. يعني النظام يستعمل وقف إطلاق النار على كيفه، حتى في المناطق التي يحترم فيها وقف إطلاق النار هي التي يحتاج فيها لوقف إطلاق النار. وهكذا أصبح وقف إطلاق النار يعني لصالح النظام بنسبة 100%، وهذا طبعا شيء غير معقول. رياض حجاب كان بادن امتعاضه من إشارة ديمستورا إلى حصول تحسن في الجانب الإنساني، في حين بأن الجانب الإنساني زاد سوءا. بالعموم كيف تقيم دور ديمستورا في هذه الجولة؟ وهل كان فعلا متحيزا للنظام؟ دائما هو متحيز للنظام. هو يقول بأنني أنا موظف دولي وأنا أعكس الإرادة الدولية، بمعنى أرى مواقف الدول وأسير في الوسط، وتحديدا روسيا والولايات المتحدة، يرى موقفي الدولتين ويسير في الوسط حتى لا يزعج لا هذه ولا تلك، لأن كل واحدة من الدولتين تستطيع إنهاء مهمته على الفور. هذه الحجة التي يعطيها، ولكن هو بالغ في مراعاة الطرفين. قام بأعمال مؤذية تماما للشعب السوري، أغرق وفد المعارضة. الآن يوجد في جنيف 100 شخص، 100 شخص دعاهم السيد ديمستورا، حوالي يعني أكثر من 3/4 هن إما نظام أو مؤيدين للنظام، ويقدمون على أنهم يمثلون الشعب السوري. وفد النظام، وفد الجعفري، وفد حميميم، وهم كلهم بنسبة 100% مؤيدين للنظام أو عملاء للنظام، وأحدهم قال سوف أصوت لبشار الأسد في الانتخابات المقبلة. وفد ما يسمى بالأستانة وموسكو والقاهرة، ووفد النساء، ووفد المجتمع المدني. في وفد المجتمع المدني أيضا شخصيات محترمة، ولكن هذا الفعل فعله السيد ديمستورا هو برغبته، هو إغراق أو تذويب المعارضة من بين 100 شخص، أقل من الربع. وأكد لك أنه أقل من الربع هو من الأشخاص
الملتزمين. طب إذا أمام هذه الحالة المزرية سيد أحمد كامل، ختاما ما هي خيارات الهيئة برأيك؟ هل يمكن أن يبقى تعليقها هكذا إلى ما لا نهاية، وهي ترى أيضا خذلانا من قبل أطراف تعتبر نفسها أصدقاء لسوريا؟ الكلام اللهجة العالية جدا، اللهجة العالية جدا التي استخدمها دكتور رياض حجاب اليوم وشخصية دكتور رياض حجاب، أنا أؤكد لك لا تسمح بالعودة للمفاوضات إلا إذا حصل تقدم حقيقي وجدي على الأرض في الملفات الثلاثة المعلقة، وهي وقف إطلاق النار وفك الحصار عن المناطق المجوعة حتى الموت والمعتقلين. هذول هن الملفات الثلاثة اللي يجب أن يحصل فيهم تقدم حقيقي حقيقي. يعني إذا رجعنا للوضع اللي كان في يوم العودة دخول المفاوضات لما كان وقف إطلاق النار بشكله قبل بدء الجولة وفك الحصار أو دخول المواد الغذائية بشكله الذي كان قبل بدء هذه الجولة لم يعد كافيا، لأن السقف ارتفع اليوم بخطاب السيد رياض حجاب. أشكرك شكرا جزيلا المستشار الإعلامي في وفد الهيئة العليا للمفاوضات الممثلة للمعارضة في جنيف أحمد كامل.